ولذلك لن تجد عبدا يخرج من بيته يريد أن يصلي في بيت ربه ولو كانت على ظهره هموم الدنيا، فإنه بمجرد أن يصلي يجد أن همومه وغمومه قد تبددت عنه، بل إنه إذا كان صادقا مع ربه من الناس من يدخل المسجد وعليه هموم الدنيا بمجرد أن تطأ قدمه المسجد تذهب عنه الهموم والغموم. ومنهم من تذهب عنه همومه وغمومه إذا كبر فقال الله أكبر يقولها من قلبه، يدخل مهموما من زوجه ومن أولاده ومن عيشته ومن عمله ومن وظيفته ومن تجارته ومن سوقه، تتناوشه الدنيا من كل جانب، فإذا دخل بيت الله عز وجل أقبل على الله سبحانه وتعالى، فبمجرد أن يقول الله أكبر تذكر أن هذه الهموم لا تساوي شيئا في جنب الله جل جلاله وأن الله أكبر منها. ولذلك كانت تكبيرة الإحرام فاتحة الصلاة، فهي مفتاح الصلاة وتحريمته، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه في السنن تحريمها التكبير. فإذا دخل حرمات الصلاة بالله أكبر تبددت عنه هموم الدنيا كلها، وهذا يعرفه من يعرفه، وأعلى الناس فيه مرتبة هو أخشعهم لله قلبا. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخشع الأمة قلبا قال جعلت قرة عيني في الصلاة، فمهما رأى في الدنيا من همومها وغمومها كان بمجرد أن يكبر تقر عينه ويذهب حزنه وهمه وغمه. وما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها تصل المخلوق بالخالق، وتصل الضعيف بالقوي المتين، وتصل الفقير بالغني الذي لا تنفذ خزائنه، وتصل المعذب المكلوم المظلوم المحروم، تصله بجبار السماوات والأرض وبأرحم الراحمين وبإله الأولين والآخرين، تصله بسيده وبمولاه، فتقر عينه وينشرح صدره وتذهب همومه وغمومه. فهذه قرة عين أوليائه، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول الله أكبر فتذهب عنه همومه،